حبايبي الغاليين، اهلا بيكم. ان شاء الله باذن الله يا جماعه في المحاضره دي هنتكلم على نيرفين صغيرين كده اسمهم سافينس نيرف واوبتيروتر نيرف. حضرتك والله يا دكتور انا خدت في الفيمورال نيرف ان الفيمورال نيرف كان بيتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. اكتشفت ان انا عندي نيرف اسمه سافينس نيرف، وقلت لحضرتك معلومه عنه ان ده اللونجست كوتينيوس نيرف ان ذا بودي، اطول كوتينيوس نيرف، يعني اطول نيرف شايل سنسيشن من السكن هو السافنس نيرف. ايه بقى يا دكتور حكايه السافنس نيرف؟ والله حضرتك عارف ان السافنس نيرف اصله جاي من الفيمورال نيرف. طيب تعالى بقى نتكلم على الكورس بتاع السافنس نيرف. الكورس بتاع السافنس نيرف حضرتك عارفه، اقسم بالله العظيم حضرتك عارفه بالتفصيل. انا مجرد بس هراجع لك كام معلومه كده من الفيمورال ترانجل ومن الادكتور كانال، وهنرسم لك الرسمه الظريفه دي. ايه يا دكتور الفيمورال ترانجل؟ الراجل بيقول لي يا دكتور ان ادي الفيمورال نيرف اهو، صح؟ مش ده يا حبيبي الفيمورال نيرف اهو، ده يا دكتور فيمورال نيرف، صح؟ دخلت قسم اهو في الاخر، طلع لي النيرف الاخضر ده اللي هو السافينس نيرف، هو ده يا دكتور السافينس نيرف. الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي اول معلومه ان السافينس نيرف ده يا دكتور وهو موجود جوه الفيمورال ترانجل كان ماشي لاترال للفيمورال ارتري. بص حضرتك الفيمورال ارتري اهو، وادي السافينس نيرف اهو. لو عايز احط الدايركشنز بتوعنا احط كده حضرتك لاترال اهو وكده ميديان، صح؟ يبقى دلوقتي السافينس نيرف جوه الترانجل موجود لاترال للسافينس مين؟ موجود، سوري، موجود لاترال للفيمورال ارتري. طب حضرتك الاتنين جم عند الايبكس بتاعت الترانجل وبداوا يخشوا جوه الكنال، صح؟ حضرتك فاكر الرسمه دي جوه الكنال؟ مش كانت دي الرسمه يا دكتور بتاعت الكونتنتس بتاعت الدكتور كنال؟ كان فيها يا دكتور، كنت بلاحظ فيها حضرتك ان ادي السافينس نيرف اهو، سافينس نيرف، وحضرتك ده ارتري اهو، وده فين. ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور عند الكنال من فوق في الابر بارت بتاع الادكتور كنال، اللي حصل يا دكتور ايه؟ ان النيرف كان لاترال للارتري. لو عايز احط حضرتك الدايركشنز بتاعتنا، ادي لاترال وادي ميديال، يبقى يا دكتور النيرف كان لاترال للارتري. في نص الكنال راح عامل كروسنج ان فرانت اوف قدام الارتري عشان يجي من اللاترال يروح ناحيه الميديال. طب يا دكتور بعد ما خلص الكنال في اللور بارت بتاع الكنال، مش فاكر حضرتك النيرف ده كان بيجي هنا عند الحته دي عند اللور بارت بتاع الكنال كده يروح عامل ايه؟ يروح عامل بيرسنج اهو. بص الدايره دي يعني خرم مين؟ الروف بتاع الكنال. فاكر حضرتك مين الروف؟ العضله اللي اسمها سارتوريوس اهي، خرم العضله اللي اسمها سارتوريوس عشان يطلع يبقى سوبرفيشيال. فاذا عند اللور بارت بتاع الكنال اتبرس، اخترق الروف اوف الكنال اللي هو العضله اللي اسمها سارتوريوس عشان يطلع يمشي على الميديال سايد اوف الساي، عشان يطلع يمشي على الميديال سايد اوف مين؟ اوف الساي. ده كده الكورس بتاع السافينس مين؟ نيرف، وهو جوه الترانجل وهو جوه الكنال. طب يا دكتور بعد ما خرج من الكنال عمل ايه؟ بعد ما خرج من الكنال هيخش على منطقه الليج، عمل ايه في الليج يا دكتور؟ ده خرم الديب فاشيا بتاعت الليج ونزل على الميديال سايد اوف المين، قال لك اوف الليج، لحد ما وصل للفوت اهو. بص جه عند النقطه دي يا دكتور، اول ما جه يخش الليج كده راح خارم مين؟ الديب فاشيا، عمل بيرسنج للديب فاشيا عشان يمشي على امتداد المين؟ الميديال سايد، قال لك اوف الليج، كورسبوندنج يعني مصاحب لمين؟ مصاحب للفين بتاعه اللي اسمه جريت سافينس فين، مصاحب للفين اللي اسمه الجريت سافينس فين. بص الجريت سافينس فين اهو طالع من السافينس اوبننج اهو من السوبرفيشال، دخل استخبى في الحته دي ورا، هنعرف استخبى فين، بعد كده راح طالع قدام عشان يبقى اسمه جريت سافينس فين، ماشي مع المين؟ مع السافينس نيرف بتاعه. ده في الليج. طب يا دكتور بعد ما دخل الفوت حضرتك مين دي؟ مين يا دكتور؟ الحته البارزه اللي موجوده ناحيه الميديال في رجلي. والله الحته البارزه اللي كانت موجوده ناحيه الميديال في رجل حضرتك كانت الميديال ماليولاس بتاع التيبيا. فاكر الحته البارزه اللي كانت ماليولاس اوف تيبيا؟ ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور ده النيرف عدى قدام الميديال مالولس اوف التيبيا وعشان بعد كده دخل الفوت. وصل فين بقى يا دكتور للفوت؟ والله حضرتك ده صباع رجلك الكبير، صباع رجلك الكبير بيكون ميديال
والصغير بيكون لاترال. دكتور انا عندي في العظم بتاع الفوت عندي الامشاط بتاعت رجلي، المشط ده اسمه ترزل بون، اسمه ترزل بون. كل ترزل بون من عند الديستال بارت بيعمل ارتكيوليشن مع الفلانجيس، مع العقل بتاعت صوابعك. فاذا الجوينت ده بسميه يا دكتور، بسميه ميتا ترزو فالنجيال جوينت، ميتا ترزو فالنجيال جوينت. النيرف بتاعي جه هنا كده عند الفوت ووقف عند الفيرست ميتاتارزو فالنجيال جوينت. فهمت الجوينت ده اسمه ايه؟ بص الجوينت ده يا حبيبي التقاء عظمتين، عظمه اسمها ترزا البون والفلنجيس. العظمه دي اسمها ترزا البون ودي اسمها فلنجيس، فسميت المفصل ده ميتا ترزو فالنجيال جوينت، ميتا ترزو فالنجيال جوينت. النيرف جه عند الفوت راح خالص في المين، خلص عند الحته دي، خلص عند الميتا ترزو فالنجيال جوينت. ده يا جماعه السفنس مين؟ السفنس نيرف. طيب والله يا دكتور السفنس نيرف بعد ما طلع من الساي قبل ما يخش منطقة الليج راح مطلع منه برانش، البرانش ده نزل تحت الباتيلا اهي. بص عظمة الباتيلا اهو، دي عظمة الباتيلا. السفنس نيرف راح مطلع برانش تحت الباتيلا، البرانش اهو يا دكتور سميته انفرا لانه تحت وتحت الباتيلا، فسميته انفرا باتيلر نيرف. طيب ايه اللي عمله يا دكتور بقى؟ بص والله يا دكتور تعالى كده نراجع الكوتينيوس نيرف سبلاي بتاع الساي كله، بتاع الساي كله اهو يا دكتور. بص اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي اهو كان نازل كده، والميديال كوتين والانتر ميديات اهو يعني اللي جاي في النص، والميديال اهو. بص يا دكتور دول كده وده كده وده كده مع الانفراباتيلر كلهم جم يا دكتور حوالين عظمة الباتيلا وراحوا عاملين لي ضفيرة عصبية، عملوا لي ايه؟ ضفيرة عصبية، فسميت الضفيرة دي انفراباتيلر بليكسس، سميت الضفيرة دي انفراباتيلر بليكسس، او مش عايز تقول انفرا براحتك قول باتيلر بس اللي يريحك قوله. يبقى مين ده؟ ده لاترال كوتينيوس، ومين ده؟ انترميديات كوتينيوس. امال مين ده؟ ده ميديال كوتينيوس. يبقى يا دكتور الميديال كوتينيوس نيرف اوف ساي والانترميديات كوتينيوس نيرف اوف ساي واللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي مع الانفراباتيلر بتاع السفنس نيرف جم حوالين عظمه الباتيلا اهي وعملوا ضفيره من الاعصاب سميتها سب باتيلر بليكسس او انفراباتيلر بليكسس او باتيلر بليكسس على طول، اللي يريحك في الثلاثه قوله. ده كده يا جماعه السفنس نيرف، نيرف خفيف جدا 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 خلصناه بسرعه. تعال بقى ننقل على النيرف الكبير بتاعنا. فاكر حضرتك اللامبر بليكسس كانت بتطلع كام نيرف كبار؟ كانت بتطلع اتنين، خدنا منهم واحد اللي اسمه الفيمورال نيرف اللي كان طالع من الدورزال ديفيجن بتاع الانتيريور ريماي وفي L2 و3 و4. كان فاضل بقى يا دكتور الفنترال ديفيجن او الانتيريور ديفيجن. كان بيطلع ايه يا دكتور الانتيريور ديفيجن؟ الانتيريور ديفيجن ده يا حبيبي كان بيطلع يا دكتور الاوبتيوريتر نيرف، الفنترال ديفيجن اوف الاثنين وثلاثة واربعة كان بيطلع اوبتيوريتور نيرف. تعال بقى نتكلم على الاوبتيوريتور نيرف اهو. والله حضرتك مين دي الاول؟ اهو ادي L2 و L3 و L4. الفنترال ديفيجن بتاعهم يا دكتور هيطلع لي اوبتيوريتور نيرف اهو. ادي يا دكتور الاوبتيريتور نيرف. ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور لقيت ان الاوبتيريتور نيرف خرج من الفنترال من الفنترال ديفيجن بتاع الانتيريور ريماي اوف L2 و3 و4. بعد كده يا دكتور عمل ايه؟ دي العضله يا دكتور اللي كان اسمها سوس ميجور ماسل. حضرتك لقيت ان النيرف مشي ناحيه الميديال للسوس ميجور. خلي بالك ده عكس اخوه. فاكر الفيمورال نيرف كان مشي ازاي؟ الفيمورال نيرف كان مشي لاترال للسوس ميجور في الجروف اللي ما بينها وما بين الالياقس. لا ده يا دكتور الاوبتيريتور مشي ميديال ليها. تعالى كده نحط الدايركشنز بتاعتنا عشان ما نتوهش من بعض. ادي كده لاترال وكده ميديال،
ادي يا دكتور الاوبتيوريتر نيرف اهو، الاوبتيوريتر نيرف اهو طلع مين؟ ميديال للسوس ميجور ماسل. طب يا دكتور بعد ما طلع ميديال دخل في الفورامن اللي كانت على اسمه، فاكر الفورامن الكبيره اللي في عظمه الهب اللي كانت على اسم الاوبتيوريتر نيرف اللي سميتها اوبتيوريتور كانال؟ اهي ادي الاوبتيوريتر كانال اهي، او الاوبتيوريتر فورامن اهي. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الاوبتيوريتر نيرف يا حبيبي دخل الاوبتيوريتر كانال. بعد يا دكتور ما دخل الاوبتيوريتر كانال النيرف راح مقسوم، النيرف راح مقسوم. ايه هما يا دكتور بقى اتقسم لايه؟ بص اهو اتقسم ل anterior division، كمل في وشه اهو، و posterior division اهو يا دكتور. ال posterior division يا دكتور خرم العضلة دي وراح طالع اهو. ايه اللي حصل تاني؟ والله يا دكتور الاوبتيوريتر نيرف طالع من الفنترا دريماوي بتاع L2 و3 و4، مشي ميديا للعضله اللي اسمها سوس ميجور ماسل، يبقى العضله دي تستحق لقب سوس ميجور ماسل. طب بعد كده يا دكتور بعد ما مشي ميديا ليها دخل الاوبتيوريتر كانال، دي مين؟ اوبتيوريتور كانال. بعد ما دخل الاوبتيوريتور كانال يا دكتور النيرف يا دكتور دخل طلع من الاوبتيوريتور كانال وهما برانشين، انتيريور ديفيجن اهو وبوستيريور ديفيجن اهو، يبقى مين ده يا دكتور؟ يبقى ده انتيريور ديفيجن اهو، انتيريور ديفيجن و بوستيريور ديفيجن. طب بعد كده يا دكتور ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى تعالى نشوف. والله يا دكتور الانتيريور ديفيجن ده نزل ما بين العضلات دول. مين يا دكتور بقى ما بين العضلات دول؟ والله يا حبيبي فاكر حضرتك الادكتور بريفيس كانت بتعمل ايه؟ فاكر لو انا بشرح لسعادتك الادكتور بريفيس رحت عامل لك الادكتور بريفيس كده؟ لو سيادتك فاكر معلومه زي دي يعني؟ اهي الادكتور بريفز اهي، فاكر لما جبت لك النيرف ورحت قلت لك النيرف اللي اسمه اوبتيوريتر نيرف بيتقسم عند الادكتور بريفز لاتنين، انتيريور برانش بيعدي من قدام وبوستيريور برانش بيعدي من ورا، فاكر لما قلت لك لما رسمت لك الرسمه دي؟ اهي الرسمه دي يا دكتور. يبقى مين العضله اللي في النص اللي اسمى الاتنين دول؟ اهي يبقى اكيد اكيد يا دكتور من غير ما حضرتك تشرح ولا تقول اي حاجه، العضله اللي في النص دي هي الادكتور بريفس. ليه؟ هي الوحيده اللي اسمى اهو، النيرف نزل اهو راح مقسوم على العضله، هي العضله اهي راح اتقسم على العضله اهو كده، لانتيريور ديفيجن عدى قدام العضله وبوستيريور ديفيجن مشي ورا العضله. طب يا دكتور حضرتك من كل الحاجات، ثواني بقى كده دكتور، مين العضلتين دول؟ اقسم بالله ما قايلهم، والله ما اقول لك مين العضلتين دول، انت عارفهم، عارفهم ازاي يا دكتور؟ مش يا ابني دول العضلتين اللي كانوا قدام الادكتور بريفيس؟ ثواني بقى يا دكتور، يعني ايه قدام الادكتور بريفيس؟ اه ارجع بقى لتقسيمه عضلات الادكتور اللي حضرتك ما ذاكرتهاش، شفت تقسيمه العضلات اللي انا قلتها في الاول، فيرست لاير وسكند لاير وثيرد لاير والموست ميديال، نفعتني فين؟ نفعتني هنا. ايه؟ عرفت مين اول عضلات هشوفها، اول عضلتين هشوفهم في الفيرست لاير يا دكتور؟ كانوا بيكتينيوس وادكتور لونجس، اهم بيكتينيوس وادكتور لونجس هم اللي موجودين قدام الادكتور بريفيس. شفت العضلات حضرتك نفعتني في ايه؟ شفت التقسيمه الهايفه اللي انت استهترت بيها نفعتني في ايه؟ نفعتني في الكورس بتاع النيرف، عشان اقول لحضرتك ان الانتيريور ديفيجن معدي ما بين البيكتينيوس والادكتور لونجس قدام والادكتور بريفيس ورا، يبقى مين يا دكتور العضلتين دول؟ يبقى العضله دي تستحق لقب بيكتينيوس، والعضله دي تستحق لقب الدكتور لونجس مصر. شفت حضرتك انت التقسيمه اللي انت استهترت بيها نفعتني فين؟ طب والله يا دكتور ما هقول الحته الجايه دي، دكتور مين ده؟ مش دي يا حبيبي العضله الكبيره اللي كانت موجوده اخر حاجه السيرد لاير اللي موجوده ورا الدكتور بريفيس، فاكر اسمها ايه؟ اسمها الدكتور ماجنس مصل. شفت حضرتك التقسيمه نفعتني فين؟ تعالى بقى نتكلم. والله يا دكتور الانتيريور ديفيجن
عدى ما بين البكتينيس والادكتور لونجس قدام والبريفيس ورا. طب يا دكتور البوستيريور ديفيجن عدى ما بين الادكتور بريفيس قدام والادكتور ماجنس مين ورا. طب يا دكتور البوستيريور ديفيجن، بص يا حبيبي البوستيريور ديفيجن راح خارم العضله دي. مين يا دكتور العضله دي؟ دي يا ابن العضله اللي كانت قافله الاوبتيوريتور كانال من قدام، فاكرها او من بره، اللي سميتها اوبتيوريتور اكسترنس. اهي هي دي يا دكتور الاوبتيوريتور اكسترنس. اوبتيوريتور اكسترنس. طيب بعد كده يا دكتور ايه اللي حصل؟ تعالى بقى نطلع البرانشات، كل واحد نشوف كل واحد من دول هيغذي ايه. والله يا دكتور الانتيريور ديفيجن لقيت بيطلع ماسكولار وكوتينيا، يعني بيغذي عضلات وبيغذي جلد وبيغذي ارتيكولار، يعني بيغذي مفاصل كمان. بذكائك كده مين المفصل اللي هيتغذى في الحته دي؟ يا دكتور اكيد الهيب جوينت اهو. يبقى ادي الانتيريور ديفيجن يا دكتور طلع برانش لمين؟ للهيب جوينت. خلصنا من الارتيكولر، فاضل لي الماسكولر. دكتور هو معدي عضلات، هيبص هيروح مدي الادكتور لونجس اهو، وهيروح مغذي الجراسيليس، دي اخر عضله تحت اللي اسمها جراسيليس اهي. الجراسيليس اهي، جراسيليس مصر. يبقى دكتور الانتيرو ديفيجن غذى الدكتور لونجاس وغذى جراسيليوس. طب يا دكتور البوستيرو ديفيجن غذى ايه؟ بص البوستيرو ديفيجن غذى ايه؟ البوستيرو ديفيجن غذى الادكتور ماجنس وادى البريفس وغذى الادكتور بريفس اهو. ادي يا دكتور البوستيرو ديفيجن. طب يا دكتور البوستيرو ديفيجن بعد ما جه وصل عند اخر حته عند الادكتور ماجنس، عمل ايه؟ راح خارم الادكتور ماجنس عشان يغذي او يدي برانش للمين؟ او يدي برانش للني جوينت، عشان يغذي الني جوينت. طيب يبقى تاني اوبتيوريتي نيرف يا جماعه، والله يا دكتور طالع من الفنترال ريماي وفي الفنترال ديفيجن وفي الانتيرو ريماي بتاع ال 2 و3 و4، مشي ميديال للعضله اللي اسمها سوس ميجور، دخل اوبتيوريتر كانال اتقسم لانتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. الانتيرو ديفيجن يا دكتور نزل في وشه ما بين البكتينياس والادكتور لونجاس قدام والادكتور بريفيس ورا، غزه ايه؟ غزه هيب جوينت وغزه الدكتور لونجاس وجراسيليوس. طب البوستيرو ديفيجن خرم المين؟ خرم الاوبتيوريتر اكسترنس، بعد كده طلع مشي ما بين الادكتور بريفيس قدام والادكتور ماجنس ورا، بعد كده راح مغذي مين بقى؟ غذى الادكتور ماجنس وغذى البريفيس وغذى الني جوينت. طب يا دكتور مش انت قلت لي ان الانتيرو ديفيجن ده ليه ماسكولار سبلاي وليه كوتينيا سبلاي وليه ارتيكولار سبلاي؟ انا خدت الارتيكولار وخدت وخدت الماسكولار، فاضل لي الكوتينيوس. والله يا دكتور ده الانتيرو ديفيجن ده بيجي عند هنا كده الحته دي ويروح مطلع كوتينيوس نيرف اهي. بص بيجي عند الحته دي يا دكتور بعد ما عدى الادكتور لونجاس، بيجي بعد الادكتور لونجاس بعد ما عداها يروح مطلع كوتينيوس برانش، بيغذي ايه يا دكتور؟ بص بيغذي الميدل بارت اوف الميديال اسبكت اوف الساي. غذى ايه يا دكتور؟ شفت حضرتك الميديال بارت بتاع الساي، شفت الحته دي؟ الحته دي يا دكتور اهي، تعالى كده اصللها لك اهي. الحته دي يا دكتور شيل دي كده اهي، الحته دي يا دكتور، الحته دي يا جماعه شايله السنسيشن. مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الكوتينيوس برانش بتاع الانتيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور نيرف. غزه الحته دي، غزه الميدل بارت يعني الجزء اللي في النص، كلمه ميدل يعني اللي في النص، الجزء اللي في النص من الميديال اسبكت اوف الساي. ادي كده ميديال وكده لاترال، عرفت ازاي؟ صباع الكبير، صباع الكبير اهو بيكون موجود ميديال. يبقى اذا الحته دي اتغذت منين؟ اتغذت من الحته دي، وصفها ايه؟ ده الميدل بارت اوف الميديال اسبكت اوف الساي، الميدل بارت اوف الميديال اسبكت اوف الساي. غذاها مين؟ غذاها الاوبتيوريتر الكوتينيوس برانش بتاع الانتيريور ديفيجن بتاع اوبتيوريتر نيرف. يبقى مين يا جماعه النيرف بتاعنا ده هنا؟ يبقى ده يا جماعه اوبتيوريتور نيرف، اوبتيوريتور نيرف. طيب تعالى نتكلم على الانجري. لو لا قدر الله يا دكتور الاوبتيوريتور نيرف ده اتعور، ممكن يتعور امتى؟ اثناء وانا بلعب رياضه، واحد خد خبطه، واحد خد جان شوت، فراكشر بيلفيس، الحاجات دي كلها ممكن تعور اوبتيوريتور نيرف. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ يا ابني كل عضلات الادكتورز هتتضرب،
كل عضلات الادكتورز هتتضرب، الادكتورز كلهم هيتضربوا. مش يا دكتور قلت لنا ده كان هو اللي مسؤول عن الميديال كومبارتمنت اوف الساي، يبقى الميديال كومبارتمنت اوف الساي بالعضلات بتاعته هيتشلوا. ايه اللي هيحصل بقى؟ فيحصل لوس اوف الادكشن، العيان ما يعرفش يعمل ادكشن، العيان ما يعرفش يعمل ادكشن للمين للساي. ليه؟ لان انا فقدت المين العضلات اللي اتضربت دي. طب والسنسيشن هيفقد، هيفقد السنسيشن ده الميدل بارت اوف الميديال اسبكت اوف الساي، هفقد لوس اوف سنسيشن اوف الميدل بارت اوف الميديال اسبكت اوف الساي. ليه؟ لان الكوتينيوس برانش بتاع الانتيريو ديفيجن هو كمان مين ما عادش شغال. ده كده الايفكت بتاع الانجري اوف الاوبتيوريتور نيرف. طب يا دكتور ملحوظه بقى مهمه، حضرتك يا دكتور غزت لي الادكتور ماجنس مظبوط، وغزت لي الاوبتيوريتور اكسترنس. خلي بالك ان الاوبتيوريتور اكسترنس البوستيريو ديفيجن خارمها يا راجل، حرام عليك. ده الاوبتيروتر اكسترنس البوستير ديفيجن، العضله اهي البوستير ديفيجن جه راح خارم العضله ومعدي منها، معقول ما يديهاش؟ يبقى البوستير ديفيجن غزه مين؟ غزه الاوبتيروتر اكسترنس وهو معدي جواه. غزت لي اوبتيروتر اكسترنس والدكتور ماجنس وبريفيس ولونجاس وجراسيليوس، وما جتش خالص ناحيه البكتينياس. ويا دكتور البكتينياس دي كانت عضله، كانت عضله من ضمن عضلات الميديال كومبارتمنت، ولحد دلوقتي ما خدتهاش نيرف سبلاي، ما هيش عارف هي متغذيه منين. العضله الوحيده في الميديال كومبارتمنت اللي ما بتاخدش من الـ من الـ من الـ من الاوبتيوريتور نيرف، او ممكن تاخد يعني. هو للامانه يا جماعه ان الانتيريو ديفيجن يعني مكتوب يعني، عشان بس ما حدش بقى يجي يقول لي يا دكتور الكلام ده انت قلته مختلف في الفيديو. للامانه العلميه يعني، للامانه العلميه التكستس العالميه يعني الكتب العالميه زي جرانت اناتومي والحاجات دي كاتبين ايه؟ كاتبين ان الانتيريور ديفيجن ده بيدي فروع او بيدي فايبرز تغذي البكتينياس لانه معدي جنبها ومعدي وراها، فقالت انه بيديها فايبرز. ده الكتب العالميه. كتابك ما جابش الكلمه دي، كتابك قال ايه؟ كتابك قال ان البكتينياس بتتغذى من الفيمورال نيرف. شفت الفيمورال نيرف ده؟ الفيمورال نيرف ده بيطلع برانش، اول ما يخش التراينجل البرانش ده يروح معدي كده اهو ورا المين، ورا الشيس. ليه؟ عشان يجي يغذي العضله اللي اسمها بكتينياس. يا دكتور هي في البكتينياس مش دي يا حبيبي الادكتور لونجس؟ مش دي الادكتور لونجس كان وراها بكتينياس هنا كده اهي؟ مش دي البكتينياس اهي؟ مش دي كده البكتينياس يا حبيبي اهو؟ ايه اللي حصل؟ كتابك قال لي يا دكتور ان الفيمورال نيرف بعد ما دخل الفيمورال ترانجل راح مطلع برانش، عدى ورا الشيس، عدى ورا الارتري والفين، وراح داخل على مين؟ وراح داخل على العضله اللي اسمها بكتينياس مغذيها. دخل العضله اللي اسمها بكتينياس مين؟ مغذيها. ده اللي كتابك قاله وده صح يعني، ده مش غلط، ده صح. بس انا بتكلم دلوقتي في مين؟ في النيرف سبلاي. الكتب العالميه كاتبه ان هو اتنين، الانتيريو ديفيجن بتاع الاوبيوتر نيرف اداها، والفيمورال نيرف طلع برانش عدى ورا الفيمورال تشيس ورا الفيمورال فيزلز عشان يغذي البكتينياس. ده الكتب العالميه قالت كده. كتابك انت قال ايه؟ كتابك انت قال ان الفيمورال نيرف بس هو اللي غذاها، ما جابش سيره ان الانتيريو ديفيجن وهو معدي وراها بيروح مديها برانش مغذيها. ما قالش ان الانتيريو ديفيجن وهو معدي كده اهو بيروح مطلع منه برانش عشان يغذي العضله اللي اسمها بكتينياس. كتابك ما قالش الحته دي. كتابك قال ايه؟ كتابك قال الحته دي. الكتب العالميه قايله الحتتين، كتاب قال الحته دي. يبقى ده عشان الامانه العلميه تبقى انت فهمتها كويس. طيب انا كده خلصت المين الاوبتيوريتور نيرف والسافيناس نيرف، دول النيرفات اللي كانوا باقي لنا في اللامبر بلكسس. كده اللامبر بلكسس اتقفلت، اللامبر بلكسس كده خلصت كلها بالبرانشات بتاعتها بنيرفاتها بكل حاجه. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنشرح مع بعض الساكرال بلكسس. الساكرال بلكسس